اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ولكن بعد اهم العناوين. الهيئنه تظاهرات في كربلاء احتجاجا على ارتفاع الاسعار. موقع عربي 21، روسيا تتقدم اكثر نحو كييف وتطوق عددا من المدن الاوكرانيه. المدى، الموارد المائية تنتقد غياب التعاون الإيراني في ملف المياه. الشرق الأوسط، بايدن، المواجهة المباشرة بين الناتو وروسيا ستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. العربي الجديد، مقتدى الصدر يرشح ابن عمه لرئاسة الحكومة العراقية. صحيفة وول ستريت، ماريبول الأوكرانية باتت تشبه غروزني وإدلب. صحيفة بوبليكو الإسبانية، معايير مزدوجة لأمريكا بأوكرانيا مقارنة مع فلسطين. نبدأ من صحيفة عربي الجديد مشاهدينا الكرام، ومقال للكاتب فارس الخطاب تحت عنوان المرأة العراقية وعيد المظلومية. جاء فيه: في العراق البلد الذي ابتلي بمراحل عنيفة ومدمرة استهدفت كل مشروع بناء أو تطوير خلال تاريخه الحديث على أقل تقدير. مرت المرأة العراقية بمراحل عديدة تطورت من خلالها، ومنذ إعلان الدولة العراقية بدأت المرأة بدخول مجالات العمل والدراسة والقضاء والتعليم العالي والرياضة وكل أنواع الفنون والعمل السياسي، دون أن يخل ذلك بواجباتها الحياتية كزوجة وأخت وأم. ضمن دستور العراق قبل احتلاله حقوق المرأة، فنص في المادة 10 منه على أن تضمن الدولة تكافؤ الفرص لجميع العراقيين، وأن من حق المرأة والرجل على الدولة توفير فرص العمل على أساس الكفاءة لكلا الجنسين. فكانت نسبة المتعلمات تنافس الرجال، كما شرعت قوانين عديدة لتعزيز دور المرأة ومكانتها، إضافة إلى قانون الأحوال الشخصية الذي أنصف المرأة وعالج مشكلات قانونية كانت على حساب حقوق المرأة. المتتبع لأحوال العراق ومنذ الاحتلال الأمريكي له عام 2003 وما رافقه من شحن طائفي ممنهج واستهداف للأمن والاستقرار الوطني مع تصاعد التيارات الدينية الراديكالية وانتشار الميليشيات المسلحة ومعها التنظيمات المتشددة التي مارست جميع الأساليب الضاغطة لإحداث الشروخ العميقة في المجتمع العراقي، كان من بين أهم إفرازاتها المباشرة تراجع دور المرأة الرائد في كل مجالات الحياة، ثم تدهور ظروف حياتها للحدود التي جعلت منها الحلقة الأضعف والأكثر معاناة وشقاء، بعدما جردت من كل وسائل الحماية والدعم سواء من الدولة أو المنظمات الإنسانية المعنية بمعالجة هذا التردي. منذ 40 عاما والمرأة العراقية تتحمل من العنف المجتمعي والسياسي والاقتصادي ما لا تقوى عليه ربما أي امرأة أخرى. يضيف الكاتب فارس الخطاب: ما زالت تقدم المرأة للعراق كل أنواع التضحيات سواء بأبنائها أو بمقاومة العوز وعمليات الاستغلال التي تقوم بها قوى سياسية وميليشياوية ومحاولات تهميشهن إلى حد الإدلال، حتى كانت إحدى إيقونات ثورة تشرين وأحد مصابيح النشاط السياسي والإعلامي اللواتي طالتهن أيادي الغدر والاغتيال في محافظات عراقية عدة. عن الحرب الروسية الأوكرانية وأحوال العراقيين، كتب جاسم الشمري مقالا في موقع عربي 21، جاء فيه:
ترجع أبرز مراحل المواجهة بين العراقيين والأوكرانيين للعام 2003، حيث ساهمت أوكرانيا مع دول التحالف الدولي في احتلال العراق. اليوم ورغم المسافات الشاسعة، نجد أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد ألقى بظلاله القاتمة والمظلمة على العراق في العديد من الجوانب السياسية والشعبية والإنسانية والأمنية التعبوية والاقتصادية. سياسياً، امتنع ممثل العراق في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن التصويت لمصلحة قرار يدين غزو روسيا لأوكرانيا ويطالبها بالكف عن استخدام القوة ضدها، ولينضم بذلك إلى 35 دولة اتخذت ذات الموقف. وفي الجانب الإنساني، هنالك أكثر من 5500 عراقي يقيمون في أوكرانيا، بينهم قرابة 500 من طلبة الجامعات الطبية والهندسية وغيرها. ويقال بأن طالبة من أهل كركوك قتلت في اليوم التالي من الهجوم الروسي. وهنالك أنباء عن اختفاء شاب عراقي يدعى مصطفى صفاء، وتحاول الخارجية العراقية التنسيق مع الأوكرانيين لمعرفة مصيره. ومع التطورات الميدانية الجديدة وأمر الرئيس بوتين في 11 من آذار مارس من عام 2022 بنقل المتطوعين من الشرق الأوسط للقتال بجانب روسيا في أوكرانيا، فهذا يعني أن بعض العراقيين سيلتحقون للقتال مع الجيش الروسي خلال الأيام المقبلة. فهل هؤلاء المتطوعون يريدون بتطوعهم الهروب من واقعهم المرير ومما يعانونه من فقر وجوع وبطالة، وربما طمعا في الحصول على الأموال وربما الجنسية الروسية لاحقا، أم هم جزء من القوى الميليشياوية الداعمة لروسيا المتواجدة في سوريا؟ يختم الكاتب بالقول إن الأزمة الأوكرانية كشفت الكثير من الجوانب السلبية داخل بنية الدولة العراقية، وفي مقدمتها الغياب الواضح للسياسات التخطيطية الاستراتيجية المؤمنة لقوت المواطنين ودوائهم. يقول الكاتب يحيى الكبيسي في مقاله بصحيفة القدس العربي وفقا للتقرير السنوي لعام 2021 لمؤشر الدول الفاشلة، صنف العراق ضمن الدول في حالة الإنذار من ضمن 30 دولة، وقد جاء ترتيبه في المركز 20، تأتي بعده مالي وليبيا وأريتريا. غالبا ما تعتمد اللغة الإنشائية للحديث عن طبيعة التحولات التي شهدها العراق بعد العام 2003، أو يعتمد على أرقام مضللة دون الإشارة إلى المتغيرات المرتبطة بتلك الأرقام لتسويق فكرة أن العراق يمر بأزهى مراحل الديمقراطية، مع أن كل المؤشرات تشير إلى تراجع مخيف على جميع المستويات. ووفقا لأرقام وزارة التخطيط العراقية مثلا، تبلغ نسبة الفقر في العراق اليوم بين 23 و25%، أي أنها أعلى من معدلاتها في العام 2013 التي بلغت فيها 13%. وثمة ملاحظة جوهرية هنا، فعند مراجعة التقارير الدولية والإقليمية والعربية في شتى المجالات، غالبا ما تجد أن العراق الرسمي لا يقدم أي أرقام أو إحصائيات يمكن الاعتماد عليها. وكانت الفكرة الشائعة يومها أن العراق كدولة شمولية تتعامل مع الأرقام بوصفها أسراراً لا تخرج إلى العلن. لكن المفارقة أن منطق لا شفافية هذا استمر مع العراق الديمقراطي أيضاً، فليس ثمة أرقام أو إحصائيات يمكن الرجوع إليها أو اعتمادها، وقد دأبت الجهات الرسمية في العراق على تكذيب الأرقام التي تقدمها المنظمات الدولية أو الإقليمية دون أن تقدم الأرقام التي تزعم أنها أدق أو تقدم ما يثبت صحة إحصاءاتها. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها ما أشارت إليه أحدث إحصائيات الأمم المتحدة في الشهر الماضي من وجود 12 مليون شخص أمي في العراق، لكن وزارة التخطيط الجهاز المركزي للإحصاء رفض هذا الرقم وقال إنه رقم مبالغ فيه دون
أن يقدم إحصاء بديلا. بعد عام 2011 شهد العراق حركات احتجاج متعددة بلغت ذروتها مع حركة الاحتجاج الواسعة في ثورة تشرين، وذلك اعتراضا على طريقة إدارة الحكم في العراق، تحديدا فيما يتعلق بسوء الإدارة والفساد اللذين حكما الدولة وسلطاتها ومؤسساتها بالكامل. نشرت مجلة نيويوركر مقابلة مع أنان جوبل الذي كتب بشكل مستمر عن الحرب الأهلية السورية، وناقش معه إيزاك تشوتنر إمكانية تكرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما فعله في سوريا وليبيا. في أيلول سبتمبر من عام 2015 أمر بوتين قواته للتدخل نيابة عن رئيس النظام السوري بشار الأسد الذي كان يخوض حربا في سنتها الخامسة ضد المعارضين المحليين والمتطوعين الأجانب. وحتى ذلك الوقت كانت روسيا قد زودت النظام السوري بالسلاح الذي استخدم لقمع الانتفاضة بطريقة وحشية، وكان التدخل الروسي حاسما في حرف ميزان الحرب لصالح الأسد، ولكن بثمن باهظ. شنت طائرات روسيا أكثر من 20,000 غارة جوية في سوريا، وعدد الضحايا المدنيين بعشرات الآلاف. واتهمت الأمم المتحدة موسكو بارتكاب جرائم حرب، ففي العام الماضي قدرت المنظمة التي توثق القتل المدنيين في الحرب إيروريز عدد الضحايا المدنيين جراء التدخل الروسي بعشرات الآلاف. أما الأمم المتحدة فقد اتهمت روسيا بارتكاب جرائم حرب، ولكن التدخل قدم بعض الملامح عن الطريقة التي كان بوتين يريد استخدام قوته في الخارج، كما لاحظنا في الغزو ضد أوكرانيا. وفي المقابلة مع أناند الذي يعد كتابا عن النزاع، ناقشا بتفصيل الثورة السورية، وتحدثا عن السبب الذي بدت فيه أوكرانيا مختلفة وأصعب على الروس ورؤية بوتين لموقع بلاده في العالم. ويعتقد أن السبب وراء تردد الروس في شن هجوم كاسح كسوريا مرتبط بالموقف الدولي وعلاقة التدخل بالنظام السوري الذي كان يخوض حربا من أجل بقائه، ولم يتردد باستخدام أي التدخل الروسي وسيلة بالبقاء في سوريا. لم يحقق أهدافه، ونصر الأسد هو رقصة حرب فارغة، فقد ورث بعد الحرب ليس دولة بل عصابة أو مافيا ترى موسكو أنها فاسدة. نشر موقع مجلة بوليتيكو مقال رأي لنورين سيفينك وكولين بيكليرك زميل البحث البارز، حذرا فيه من تدفق المقاتلين الأجانب إلى أوكرانيا، وقال إن التطوع للقتال من أجل الحرية قد يكون عملا نبيلا لكنه يضيف مخاطر لوضع متفجر. الوضع هناك يردد صدى الحرب الأهلية الإسبانية، عندما تطوع آلاف من الأجانب المثاليين للقتال ضد الفاشيين. فقد جذبت حرب حكومة أوكرانيا ضد الرئيس فلاديمير بوتين متطوعين أجانب عبروا عن استعدادهم للدفاع عن حكومة أوكرانيا المنتخبة. وأعلن الرئيس الأوكراني في الأسبوع الماضي عن إنشاء الفيلق الدولي للمتطوعين، وهذا سيكون دليلاً رئيسياً على دعمكم للبلد، كما قال. ومع تزايد الأدلة على الجرائم الروسية تشير التقارير إلى استجابة الكثيرين للدعوة، ومعظمهم من الأوكرانيين في الشتات، مع آخرين جاءوا من مناطق بعيدة. وبحسب الرئيس فولدومير زيلنسكي فقد سجل أكثر من 16,000 متطوع أجنبي في الأسبوع الأول من النزاع. وقبل أيام قدر وزير الخارجية ديمتري كوليبا الرقم بحوالي 20,000 متطوع، وجاء المتطوعون من دول تضم الولايات المتحدة وكندا وجورجيا وجمهورية التشيك وفرنسا وبلجيكا والسويد وبيلاروسيا، بل وقدم عدد من القادة مصادقة على مشاركة مواطنيهم في حرب الوكالة ضد بوتين. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إنها تدعم البريطانيين الذاهبين للقتال في أوكرانيا،
لأن من يقاتلون الروس هم يقاومون من أجل الحرية والديمقراطية وليس فقط من أجل أوكرانيا بل وأوروبا، مع أنها تراجعت عن موقفها لاحقا. ويضيف الكاتبان: مهما كانت اللحظة وغريزة المساعدة نبيلة، إلا أن المحاربين المتطوعين في النزاعات قد يجلبون معهم تداعيات غير مقصودة، قد تعقد الصورة أكثر مما يقدمون من مساعدة. نشرت مجلة إيكونومست تقريرا أشارت فيه إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما ينذر بمعاناة واسعة النطاق في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. في المرة الأخيرة التي رفعت فيها مصر أسعار الخبز، كان الاتحاد السوفيتي لا يزال على حاله. منذ عام 1989 قدمت المخابز المدعومة 20 رغيفا من الخبز البلدي، وهو غذاء أساسي مقابل جنيه مصري واحد. في ذلك الوقت كان هذا المبلغ يساوي دولارا واحدا تقريبا، اليوم تبلغ قيمتها حوالي 6 سنتات، أي أقل من عشر تكلفة إنتاج الخبز. إن غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية سوف يتسبب في معاناة واسعة النطاق. سيؤدي القمح الباهظ الثمن إلى تفجير الميزانيات في الشرق الأوسط، وربما يؤدي إلى خفض الدعم الذي يترك المواطنين جائعين. في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى إجهاد الاقتصادات التي تعاني بالأصل. كل هذا قد يؤدي إلى الاضطرابات. وفي الرباط العاصمة المغربية خرجت شرطة مكافحة الشغب بالفعل إلى الشوارع. يقول الصحفي المغربي أمين الربوب: لطالما كان ارتفاع أسعار الخبز حافزا لأعمال الشغب في شمال أفريقيا. ورفضت العديد من الحكومات العربية والأفريقية التعبير عن دعمها لأي من الطرفين في الصراع الروسي الأوكراني، بحجة أن هذا ليست حربهم، ومع ذلك سيشعرون بآثارها. في تقرير مصور لموقع بي بي سي، أظهر صورا توثق نزوح سكان بلدة إيربين الأوكرانية وسط الدمار الذي أصابها، ودفع قصف القوات الروسية المدنيين من سكان مدينة إيربين الصغيرة والتي تقع على بعد 20 كيلومترا شمال غربي العاصمة كييف إلى النزوح من المدينة وإخلاء بيوتهم بمساعدة الجيش الأوكراني، بيد أن طريق الخروج صعب، حيث يضطر كثيرون إلى السفر سيرا على الأقدام على طول الطرق التي تعرضت للقصف والجسور المتضررة. وقد وجدت بلدة إيربين نفسها على خط المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية خلال الأسبوع الماضي. في الأيام الأخيرة قامت القطارات بنقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من إيربين في ضواحي كييف إلى داخل العاصمة الأوكرانية، وكان معظمهم من النساء والأطفال. نتابع معا بعض صور الكاريكاتور التي اخترناها لكم. في الختام تقبلوا منا أطيب التحيات وإلى اللقاء.